اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله سيدات بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن طارق. اهلا بيك كابتن عيسى. منورنا ويعني لقاء معاك بيبقى ليه طعم تاني. حبيبي يا كابتن. وبنرحب باحد الصفقات الحقيقه اللي كانت عامله ضجه كبيره جدا، يعني صفقه ان شاء الله تفرق معانا وننتظر منها الكثير واحنا فرحانين بيها جدا في النادي الاهلي. بنرحب بمرال اشرف نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ منورانا. ربنا يخليك. اول نورك. مره طبعا في القناه ودي حاجه تسعدنا جدا. ربنا يخليك وان شاء الله مش هتكون اخر مره. ان شاء الله طبعا بالبطولات والكؤوس على ايدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن طارق اجي لك، يمكن انت توليت المسؤوليه، قلت انا في الانترو يعني في نهايه الموسم السنه اللي فاتت ما حدش كان طالب منك حاجه، لانه طبعا كان الوضع يعني الفرقه كانت يعني النادي الاهلي شايف انه لازم يحصل تغيير على المستوى الفني. طبعا كل الاحترام لكابتن علي هاشم، ولكن انت مسكت في وقت صعب ولكن حاولت وخدت يعني زي ما تقول بصوره معينه وعلى اساسها بنيت. كلمني عن الفتره دي، فتره التولي المسؤوليه السنه اللي فاتت. طبعا تم تكليفنا بان احنا علي بعد ما اعتذر في نفس الجلسه كان حصل اتصال. انت في النادي الاهلي ما بتعرفش تفكر، حتى انا كنت حتى عايز الموضوع انك تنقل من اولاد لبنات كانت محتاجه صحيح. تفكير يعني او استشاره او تسال ناس، ف ما خدناش وقت طالما النادي الاهلي عايز في اي مكان انت عارف ما نقدرش. انا متابع البنات، مش هم مش غربه عليا كفرجه يعني كاشخاص او كفرقه او تيم. انا بتفرج مع التمرين مع علي، بتفرج على الماتشات فانا عارفهم كلهم، عارف كل مميزات كل واحده وعيب كل واحده في الفرقه وبتشتغل. الفتره ما كانتش كافيه يعني، هي فتره علي الازمه فيها ان كانت الدروب ورا بعض فما فيش ما فاقوش. احنا كنا بنلعب على الجانب النفسي، ما بتلحقش حتى تحط حاجات كتير في شغلك ان انت تبان الدنيا عامله ازاي. انت لعبت على جزء نفسي، لعبت على حاولت بكل الطرق على قد ما تقدر. شاركنا ناس كانت ما بتشاركش مثلا لان برضو كان ظروف المحترفه والاصابات وكان في ازمه، انما كانت هي بالنسبه لي الشهرين طلعنا منها بحاجات ايجابيه كتير. هو ده اللي بقوله. هو ده بقول انت طلعت منه بقى بتصور بناء عليه بدات الموسم السنه دي، سواء في صفقاتك سواء في تدريبك سواء في المراكز اللي هتلاعب فيها اللاعبات. يعني فديتك ازاي الفتره دي بقى في البناء للموسم الجديد؟ انا حظي كويس، انا من بدري قوي مكلمين مرال. الحمد لله انا متابع سوريا وهي راجعه الحمد لله. عندنا القدام اذا كانت السلعاوي او رضوى مفنشه كويس، نوع يعني اللي موجودين بنجيبه بنحضرهم انه يبقى لهم دور، لان انا انت عارف انا ما بحبش دايما فرقه النجم او المجموعه. احنا تيم، احنا النادي الاهلي احنا تيم، لا قدر الله لو حد مش موجود يبقى الثاني عنده ثقه انه يقدر يشيل الموضوع دوت. هاله من بدري انا البوزيشن بتاعها مهم جدا حتى دفاعيا يعني. انا هاله من احسن الناس اللي بتعرف هيلب يعني ديفنس وان زائد التيم ديفنس بتعرف تقابل. مرال نفس البوزيشن، المرال بتلعب اكتر من بوزيشن من واحد لاربعه ما شاء الله. فبقى عندك حتى المحترفه اللي احنا اخترناها بتلعب في اكتر من بوزيشن. بقى عندي لو انت عايز تكبر يعني، هي الفكره كلها ورجوع حبيبه بيكو على ورانا نبيل. بقى عندي في كل بوزيشن عدد مش قليل، واللي في البوزيشن الواحد ممكن يلعب في بوزيشن ثاني، فانت كده عندك مانوفر عالي. دي حقيقه، دي انت بنيت كده عشان ما يجيش اخر الموسم تتعرض لنفس الموقف بتاع السنه اللي فاتت ان انت ما عندكش. صح، دي حقيقه. صح. احنا قلبنا حتى لوكاس اتنيني عشان نقدر نستفيد، بان كانت واحد كمان كانت عندها ازمه. وعندنا من الناشئين عندنا جان الالفي لعيبه مميزه بس هتقعد. هي السنه دي موجوده، المفروض هي في ثانيه ثانوي المفروض ان هي موجوده. ومسجلنا اتنين صغيرين مع حبيبه بيكو، جايده خالد ونرمين ايمن. واحنا الفتره اللي فاتت دي كمان مصعدين بالتناوب بقى، كل كام يوم بنتين ثلاثه من 18، بنتين ثلاثه من 16، تقدر تشوف مين في المستقبل يقدر يتزق دلوقتي شويه. فالحمد لله احنا عندنا مفاتيح كتير دلوقتي ان شاء الله. طب اجي لك يا ميرال، يمكن قول لنا بقى جمهور النادي الاهلي عايز يعرف قصه الانضمام ازاي. انت كنت في امريكا ولعبتي اربع سنين صح؟ ايوه. وما شاء الله انت مسافره نجمه يعني، طالعه من هنا ما شاء الله عامله مع المنتخب اداء كويس جدا. قصه الانضمام جت ازاي؟ هو قبل ما اسافر اخر سنه كان كابتن علي هاشم كلمني، بس انا قلت له بس خلاص اخر سنه دي وان شاء الله يعني لما ارجع. تمام. وان شاء الله لما ارجع يعني ان شاء الله ان شاء الله هكون موجوده. بس لما رجعت كان كابتن علي ماشي وكابتن طارق مسك الفرقه، فلما رجعت عرفت ان لسه عندي سنه. رجعت في شهر كام؟ شهر 3.
فعرفت انا لسه عندي حق رعايه في نادي الشمس، فلازم حد يشتريني من النادي وكده. لازم ده لائحه اتحاد السله اللي فيه حق رعايه. تمام. بس فكابتن طارق كلمني بعد ماتشات الفاينلز وكده، وانا قلت له اللي هو ان شاء الله هكون موجوده وكده، بس لازم الموضوع يخلص من النادي. يخلص مع النادي صح. بس والنادي الاهلي بدا مفاوضات مع نادي الشمس وخلص القصه دي. خلص على طول. طب امتى يعني انت لما وقعت يعني امتى عرفتي ان خلاص الموضوع مع نادي الشمس اتحل وخلاص ان شاء الله انا بالنسبه لي منتهي الموضوع؟ انا وقعت بعد ما الموضوع خلص مع النادي على طول. شهر كام تفتكري؟ لا والله مش فاكره. 6 7 متهيألي يا كابتن طارق. انا فاكر احنا واخدين منها وعد من اكنها مضت. يعني من قبل ما يمشي ويخلص رسمي هو كان في قاعده شاي بلبن انا وهي مضت. طيب انا اعرف حاجه ميرال طبعا، يعني دي كانت رغبه والدك الله يرحمه صح؟ الله يرحمه. كان عايز يجي تيجي ان انت تلعبي في الاهلي. كان اهلاوي. لا هو كان زملكاوي. كان زملكاوي بس عايز هو في باسكت. لا هو كان بيحب الاهلي جدا. بس عايز اقوله لك انه يعني هو زملكاوي طبعا دي الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. فهو بس هو شايفك ان انت تنجحي في الاهلي. دي حاجه وانت حققتي له رغبته. هو قبل ما اسافر الجامعه خالص هو المفروض ان انا كنت هاجي الاهلي، وكان المفروض حصل مفاوضات مع النادي، بس في النادي ما كانوش موافقين فالموضوع باظ. فهو بقى كان من وقتها اللي هو لا يعني ان شاء الله لما ارجع الاهلي باظ دلوقتي، بس بعد كده مش هتبوظ ان شاء الله هيبقى الاهلي. بس فهو بقى لما رجعت اللي هو اتكلمت مع كابتن طارق. طب قولي لي انت دخلت التمرين طبعا كل اللاعبات زمايلك في المنتخب وانتوا يعني ما بيبقاش الدنيا غريبه. يعني حسيتي ايه يعني انت وانت اول يوم واخده شنطتك وجايه النادي الاهلي ودخلت الصاله؟ يعني كلميني على الشعور دي، ازاي حسيتي؟ يعني بيبقى في برضه لحظه غربه كده، انت مكان جديد عليك وبتاع، كلميني الموضوع ده داب ازاي وسط الفرقه؟ هو مع الفرقه ما كانش فيه اي حاجه، يعني كنت حاسه بغربه معاهم، بس هي الفكره ان انا دخلت النادي الاهلي وان انا اتمرن فيه، دي كانت خضه بالنسبه لي. صاله جديده ودنيا جديده. يعني اللي هو هما كانوا شايفين ان انا اصلا مخضوضه، اللي هو اصلا انا كنت باجي النادي الاهلي عشان العب ماتش وامشي، مش ان انا اجي كل يوم اتمرن. فدي كانت حاجه بالنسبه لي اللي هو لا، كنت مخضوضه اول كام يوم، بعد كده اللي هو لا كنت مبسوطه بقى اللي هو انا خلاص بقيت موجوده هنا. انت يعني شفتي جمهور النادي الاهلي عمل دعم جامد ليكي ومؤمنين بيكي وفرحانين بيكي جدا. اكيد الكلام ده اكيد يعني فرق معاكي، شايفاه ازاي؟ هو انا كنت مبسوطه جدا، هو اصلا جالي كميه مسجز كتيره قوي منهم، ف انا كنت مبسوطه وهم متحمسين انا اكون موجوده، وكنت حاسه في نفس الوقت اللي هو ضغط ان انا لازم اعمل حاجه كويسه عشان يعني اسعدهم. بالظبط. فلا كنت مبسوطه جدا لما بعتوا لي وان هم كانوا متحمسين انا خلاص. طب شايفه ده ضغط عليكي ضغط كويس؟ دي بتفرق بقى اللعيب. اللعيب لما بيبقى لعيب كبير او لعيب عنده خبرات زيك في سن صغير كده بيبقى اي ضغط بيحوله لضغط كويس، ضغط مفيد. شايفاه مفيد ولا ممكن يكون ضغط عليكي في وقت ان انت عايزه ترضي الجمهور فممكن ده يخليكي يعني قلقانه؟ لا هو ضغط مفيد، يعني حاسه ان هم هيكونوا في ظهري طول الوقت ان شاء الله، واحنا يعني ان شاء الله هنبذل كل مجهودنا عشان ان شاء الله نرجع البطوله تاني. طب قولي لي مين اقرب واحده ليكي في الفرقه اللي هتقعدي معاها في الاوضه وهتبقى معاكي في كل، يعني بيبقى الوضع طبيعي بقى ليكي يعني روم ميت انت بترتاح معاه؟ سوريا ان شاء الله. سوريا سوريا اللي هتبقى معانا على الهوا كمان شويه. ايوه طبعا. في المنتخب كمان انتوا كمان كنتوا مع بعض صح؟ احنا صحاب. بيبان على طول بيبان. على فكره سوريا واحنا قاعدين في الكواليس صورت ميرال، قلت لها سوريا انت يعني نادر، طلعت التليفون وصورتها قلت لها لا ده واضح ان يعني في كيمياء. بس يعني ان شاء الله انتوا الاثنين تعملوا شغل كويس. احنا بنتكلم ان شاء الله كده الاثنين لعيبه طبعا وبالروح دي وبالاداء ده، وخلي بالك الاثنين لعيبه. هكمل على كلامها حاجه. اتفضل يا كابتن. ان قبل ما الناس تعرف ان هي مضت سوريا بتكلمني عليها، هالة لسه ما جاتش، هالة بنتفاوض لسه. قالت لي ميرال مهمة، السلاوي ميرال مهمة. انت بتتكلم على الأربعة ان هم كل واحدة تقيلة لوحدها، ان هي في غيرة او في نجومية. لا الأربعة كلام ده بسيط. تخيل سوريا تكلمني على هالة، يعني ايه الموضوع بسطني انا. يعني حتى دي حتى الصغيرين اللي طالعين من تحت الكبار يعني محتوينهم. فدي برضو لان اول مره يطلع تقريبا حد من الصغيرين بالعدد ده، في 7 لعيبه من 18، 3 لعيبه من 16. فانت الموضوع حلو، يعني الكيمياء بين الاولاد الكبار يعني انا مبسوط جدا لما كل اللعيبه بيكلمك على انت بتتفاوض معاه وهم عمالين يقول لك خلص خلص جداً خلص جدا جدا. فده بيبقى حاجه كويسه جدا. خلي بالك ميرال بتقلق اي مدرب على فكره. وخلي بالك ميرال فيها ميزه، انا ما بقولش الكلام ده وهي معانا على الهوا كمان، لا ميرال يعني حبوبه. يعني ايه؟ يعني تحس ان هي مش هتتعبك.
هي صريحة، أنا بحب الصراحة. يعني هي كده ممكن تقول لك في وشك أنت ما بتدافعش، أنت مقصر يعني. هي زيي، فأنا بتريحني الشخصية دي. طب قول لي، أنا بشوفك في الملعب يا كابتن، أنا بقعد أتفرج على تمرينك، بتحفظ كتير يعني، بتوقف كتير وبتحفظ، وبالذات في الدفاع شغال على الدفاع كتير كتير وما بتزهقش يعني، ما شاء الله بلاقيك عمال تعيد وتزيد وما عندكش يعني. افهم من كده ان انت اعتمادك هيبقى الموسم الجاي بشكل كبير على الدفاع يا كابتن؟ على الاثنين. انا الجزء، بس انا دلوقتي ناقصني محترفه، فانا هراجع كده كده على الاوفنس، فانا واخد جزء اصل ان انا السنه اللي فاتت ما لحقتش حتى اغرز الجزء الدفاعي او البيزك بتاع الاوفنس. احنا بنتمرن اوفنس حتى هما انت بتحب السكرين او انا الورم اب جزء من تكتيك او جزء من رولز طبعا طول عمرك، انما دفاعيا لو الكيمياء ما بين اللعيبه خصوصا بعيد عن الوان ان وان التيم ديفنس يعني سكرين بول ازاي الخمسه يتحركوا، فعايزه تكرار تكرار تكرار، تحفظ كتير طبعا. طب المحترف جاي امتى؟ ان شاء الله هتسافر الثلاثه توصل 4/9. الثلاثه اللي جايه 4/9 توصل 4 تسافر الثلاثه باقي قدام اسبوع. جايه منين؟ جايه من امريكا. جايه من امريكا يعني، هي يوم 4/9 جايه لسه مخلصه الدوري النيوزيلندي ورجعت امريكا شويه، خدوا البطوله هي عامله ارقام حلوه ما شاء الله، وام في بي في البطوله كمان. طب انت اخترتها ازاي يا كابتن طارق؟ يعني هل جالك فيديوهات؟ هل حد من السماسره الكبار؟ انا رجب، هو بحكم ان انا علاقتي بيه كويسه، هو يعني هو في البنات متمرس شويه الحته بتاعته دي، الحته بتاعته من قبل ما الموسم يخلص واحنا عينينا هنجيب اني بوزيشن. قلت له انا عايز حد يلعب 4-3 او 4-5، اللي جايه بتلعب 3-4-5 يعني تلعب في الثلاثه مركز. تقدر تلعب انسايد كمان بظهرها. فكنا عايزين نجيب حد من اوروبا بدري قبل ما يتخطفوا. هي كانت فكره كده يعني، هي لو انت لو تقلت قعدت الموضوع قعد يتاخر الكويسين بيروحوا اوروبا فبتستنى اللي بعدها. احنا خدناها وهي في الدوري التركي بتلعب لسه الدوري النيوزيلندي بقى، هي لعبت في التركي خلصوه نيوزيلندا دوري انتوا مضيتوها لسه في الاول في تركيا، وهي في تركيا دوري تركي صح؟ طبعا احسن يعني احسن دوريات اوروبا. طب انتوا لما عرضتوا علينا النادي الاهلي قالت حاجه يعني، ولا هي كانت موافقه على طول، ولا قالت لك استنوا عليها؟ ما مشينا الكلام معاها رسمي، هي كان رجب ما انت اكيد عرفت لا وضع النادي. فلو هي بتعمل، ما اعرفش طبعا، لو هي بتعمل بحث هتعرف النادي الاهلي ده طبعا حاجه كبيره جدا، انما احنا ما خدناش وقت في الموضوع ده كتير يعني. هي لما تيجي فصال في الفلوس بس شويه، عارف التفاصيل دي لما تيجي ان شاء الله كله بيجي في الناس اللي بنعرف منهم التفاصيل. بس مرال اقول يعني، انت اتعاملتي مع كابتن طارق قبل كده؟ لا يعني اول مره، اول ما تمرني معاه، سواء يعني كابتن طارق كان يعني مدير فني الدرجه الاولى وبطل افريقيا 2016 ودوري بعد غياب، فهو كان ليه باع كبير في الولاد يعني، بس انت ما كانش ليه في بس انت ما اتعاملتيش معاه. لا دي طب فاكره هو بيلعب؟ لا طبعا. فاكره ايوه، بس انت بطلت من قريب مش من بعيد يعني، يعني 10 سنه يعني. فاكره تشوش. طب قولي يا امرأة، يعني شايفه المنتخب ايه؟ يعني دلوقتي منتخب الاولاد برضو لازم اروح الحته دي، منتخب الاولاد ما شاء الله ماشي كويس. وان شاء الله يعني انا متفائل من اول حتى مباراه السنغال اللي احنا خسرناها في السنغال، ولا المنتخب ده بيلعب بشكل كويس. شايفه من ساعه اختياره والسيستم الدفاع والهجومي، شايفه احنا في منتخب السيدات نقدر نعمل اللي بيعمله الرجال، ولا شايفه المالي والسنغال يعني شداد علينا؟ لا والله شايفه ان احنا نقدر نعمل حاجه، خاصه ان احنا في المنتخب احنا جيل صغيرين. صحيح. فاحنا دخلنا كذا سنه فبقى عندنا خبره، فهم كمان كانوا يعني مثلا مالي والسنغال كل اللي بيلعبوا كبار، فهم تقريبا شبه يعني فعلا خلصوا او بطلوا، فده المفروض ده بقى وقتنا ان احنا ان شاء الله نبتدي نعمل حاجه، خاصه ان احنا دخلنا كذا سنه بالجيل ده. بس احنا دايما هم بيتفوقوا علينا فيزيكال، يعني بيبقوا طوال قوي وباور. هي يعني دي مشكله. هي دي المشكله. شايفه نقدر اصل، خلي بالك هي دي الموضوع ده هو الازمه، احنا فنيا اعلى بكتير. فهم لو عندهم 20% فنيات بيكتسحوا مع 80% بدني. شايف الموضوع ده نوقفه ازاي؟ يعني خاصة ان احنا عمرنا ما نقدر نجاريهم في البدني، عمرنا. هي المشكلة ان مثلا السكور بيبقى قريب جدا مثلا لغاية الكوارتر الرابع، بعد كده احنا بقى بنبتدي نقع في الاخر، هي بس دي المشكلة. احنا بس لو ابتدينا نركز على الفتنس وكل حاجة احنا هنبقى زيهم، بس هي الفكرة احنا برضو السن، هم كانوا على طول خبرة بطريقة مش طبيعية. يعني مثلا واحد عندها 30 سنة ولا 32 سنة لسه بيلعبوا، بس احنا عشان احنا جيلنا مثلا 97 6 5 في الجيل ده صغيرين وخدوا خبرات بالظبط، فلعبنا كذا سنة، فاللي هو لا يعني المفروض يعني افريقيا اللي جاية والتصفيات لا ان شاء الله نعمل فيها حاجة مختلفة. طب قولي لي، ارجع فلاش باك كده خطوة وانت رايحة الجامعة. تمام، انت لعبت فين في انهي جامعة في امريكا؟
وسترن كنتاكي. حلو، يعني فولاد كنتاكي برضو. طيب رحت ازاي؟ يعني اشتركت ازاي؟ مين المدرب اللي كان بيمرنك؟ استفدت ايه؟ يعني كلميني على التجربه بشكل عام. انا جات لي السكولرشيب بعد ما لعبت افريقيا مع المنتخب تحت 18 سنه هنا في القاهره، بس انا ما سافرتش بعديها، كنت لسه عايزه اكمل في مصر يعني. بعد كده سافرت كاس عالم، وبعد كده لعبت منتخب مع فيرست تيم مع كابتن عمرو عاشور. بعديها بقى قررت اللي هو نفس الجامعه مصره عليك. لا كلموني تاني. مين بقى الكوتش اللي كان ماسك هناك؟ بس هو بيبقى كوتش هو اللي بيحرك الموضوع. مين هو بقى؟ لا هو يعني مدرب في الجامعه يعني. هو مش ماسك منتخب امريكا او حاجه، بس هو اسمه كوتش كولينز. بس هو كلمني، هو في الاول كان في مدربه تانية غيره. هي مشيت، فهي كانت عايزاني اروح معاها الجامعه، وهو كلمني ان انا افضل في الجامعه. فانا كنت عايزه اروح الجامعه دي، خاصه كان معايا رنيم. هي رنيم كانت سافرت قبلية بسنه، بس قبل منك بسنه رنيم. ايوه. فانا كنت حابه اروح اكون معاها يعني كحد يساعدني وكده. خلي بالك دي اللي هون عليك الدنيا، خلي بالك. لا بصراحه حد سابقك واداك خبرته، ولما رجعت انت خلاص بقى كنت تمام. ايوه، هي هونت عليك كتير جدا. وده اللي شجعك، خلي بالك. صح، ايوه بالظبط. فسافرت مش فاكره 2018، دي كانت اول سنه كانت معايا رنيم. فهي اول سنه كانت رنيم اختها هناك في امريكا كمان، كانت هي عايشه هناك. انا كنت مراقب كل التحركات، مش معلومه هناك ولا، وكانت بتجي لكم بتهول على فاكر كانت بتجي لنا. فده هون عليك الدنيا. طب لما رحتي ما تخضتيش كده وانت اول، انت قعدتي في الدورم بتاع الجامعه ولا كنت؟ الدورم بتاع الجامعه. طيب انت ما تخضتيش مثلا وانت هناك؟ موضوع الاكل ده مزعج جدا، خلي بالك في البدايه. لا، ما اول سنه دي انا كنت باكل بس يعني، هي ما كانش في اوبشن تاني غير الاكل. بالظبط، ما هو يعني انا لسه جايه جديده ومش عارفه حاجه، فلازم تاكلي وخلاص. الاكل اللي جاهز تاكلي. ايوه، انا كنت باكل بس فعلا. وبدات يعني، بدات بقى يعني تبتدي اكلات المصريه تعمليها انت ورنين مثلا؟ هل كان بيبقى في حد بتوصوه يجيبوا لكم اكل؟ يعني كنت بتتصرفوا ازاي؟ خلي بالك الموضوع ده بيزعج كل اللعيبه اللي بتروح امريكا. لا، هم احنا اصلا كنا بناكل من الجامعه، كان بيبقى لينا الاي دي بتاعنا على طول بناكل من الجامعه، بس احنا ما كناش بنطبخ يعني. يا رنيم هي اللي كانت اكتريه الوقت هي اللي كانت بتطبخ مش انا. بس هي تاني سنه لغايه اخر سنه ليا، لا انا ابتديت بقى انتظم في الاكل خلاص، اتعودت على الاكل، فبقيت اركز في اكلي. مبسوطه بتجربتك دي؟ جدا جدا. لا يعني اتعلمت هناك كتير قوي. انك كتير اتعلمتي. حابه ترجعي تاني امريكا مثلا لاي حاجه زياره؟ لا زياره. لا طبعا حابه ان ارجع زياره. خلي بالك انت رحتي على جامعه كويسه جدا على فكره، ما شاء الله. يعني جامعه كويسه ومعروف وليها اسم جامد جدا. وطيب يعني، بس دي جت من خلال لعبك مع المنتخب، ما كانش في حد ده اللي جامع عليكي او حد مصري يساعدك؟ لا، هي جامعه شافوكي قالوا لك احنا عايزينك. كابتن احمد عوض الله ساعدني طبعا. كان بيكلمني ويتكلم مع الجامعه، فهو برده كان معايا يعني. بس خلي بالك يا كابتن برضو دي بتدي خبرات، يعني التجربه دي يعني بتدي خبرات جامده جدا. بس تبقى صح، اللي يقدر يوصل للليفل ده انه يبقى ليه تايم حتى جوه الجامعه بيلعب، طبعا بيتمرن كويس واحتكاك كويس، والجزء البدني بيختلف، اللعيب بيتحول هناك بدنيا. طب قول لي يا كابتن، انت يعني السنه دي خلاص كده مفيش صفقات جديده هتعملها؟ خلاص انت فرقتك اكتملت خلاص. فرقتك اكتملت والامور تمام، مع وجود المحترفه بقى ان شاء الله يوم 4/9 هتيجي ان شاء الله، هيبقى كده فرقتك تمام. شايف الدوري ازاي يا كابتن طارق وبكل صراحه؟ لا الدوري ما مش زي ما الناس متخيله، مش وان سايد جيم. السبورتنج فريق برضو جاب محترفه كويسه، ورجعت منار ورجعت نسمه، وخدوا من مصر نورهان، يعني برضو 50-50. احنا بنغرز او من دلوقتي احنا ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني. احنا السنه دي انا بحتب لهم الكلام ده، انا ماضي عليه، لو خسرنا حاجه همشي يعني. فانت ان شاء الله ان شاء الله بتغرز في الولاد ان انت كل حاجه داخلين ناخد كل حاجه ان شاء الله. طب انت شايف ان سبورتنج، هل في انديه تانية شايف انها يعني شدت حيلها السنه دي؟ انت متابع برضه وسط التامين مثلا السنه فاتت؟ في انديه لا، فيها لعيبه كويسه ومدربين كويسين، بس العدد الوفره اللي عنده ممكن ما يكملش يعني. لوبس فرقه كويسه، التامين فرقه كويسه، سموحه فرقه كويسه، الاتحاد لا جامع شويه لعيبه كويسين، الاتحاد طبعا دخل، الزمالك خد مش برضه مجموعه لعيبه مش قليلين، بس هي البنش العدد اللعيبه اللي عندك هتستحمل لنهايه الموسم ولا لا؟ يعني انت شايف ان برضو في انديه صرفت في زائد المرتبط؟ طبعا. يعني كله صرف يعني. احنا كنا دايما مش لاقي اهلي سبورتنج هم البصفيات. انت قلت السنه اللي فاتت سادس الدوري، الاتحاد دخل في اللعبه، الزمالك دخل في اللعبه. يعني انت بتقول لي انديه ما كانتش موجوده على الساحه. هو في اي حد ممكن يقدر في المربع، مش ما فيش فرقه بعينها، انما المنافسه يعني مش، انا ما بحبش اقول الكلام ده، بس بالورقه والقلم
فنيا احنا بنتكلم فنيا احنا بنتكلم فنيا فنيا اهلي سبورت خبرات وعدد لعيبه وصغيرين يعني. طب نظام الدوري تعرف يعني نفس النظام السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت الاول دوري المرتبط نفس السنه اللي فاتت بعد كده دوري بعد كده السوبر المصري اللي اتلعب السوبر المصري بين بين الدوري السوبر المصري وبعدين ده السوبر المصري دوري السوبر وبعد كده كاس مصر غالبا بيبقى كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله. بتفكر في افريقيا؟ انا اول حاجه عملتها قدمت على البطوله العربيه وافريقيا. امتى البطوله العربيه؟ البطوله العربيه طبعا اعتذرنا عنها السيدات. كانت هتلعب في الكويت برضو ولا كانت هتلعب فين؟ التونس في الامل التونسي. مش شرط تلعب يعني الرجاله تلعب في الكويت السيدات تلعب الرجال في الكويت انما السيدات في تونس. احنا قبليهم كانت في التونس في الامل التونسي. اعتذرنا خلاص النادي اعتذر. كانت في شهر كام؟ 20/9 تمام ان شاء الله. افريقيا في بطولة اول حاجه كلمت المهندس هشام الحريري وكان هو كان ساعتها بطوله البال فاينل ما اللي كان فيها الزمالك. كلم الاتحاد الافريقي رحب جدا بس موزمبيق كانت يعني من بدري مقدمه وخدت تنظيم نهائي. انت كنت عايز تشارك وتستضيف الاثنين ولا ايه؟ استضيف انظم اتنظم انظم انا اول سنه تنظم وتشارك انت طبعا نظمت يبقى تشارك. مش عايز اعمل للفرق اجهاد انك تروح تنزانيا وبعدين تروح موزمبيق وبعدين تيجي دوري. لو هي عندي في مصر هنا هنشارك. فوعدونا لو موزمبيق اعتذرت يعني انت الاهلي على طول. يعني انت راهن مشاركتك بان انت تنظم. ما نظمتش انا بالاتفاق حتى مع انت عايز تعيد تجربه 2016. مش عايز اول سنه يبقى الفرقه حتى يبقى فيها حاجه فيها ريسك. خصوصا هي بطوله مش سهله هي بطوله صعبه جدا. وانا في الولاد اخر سنه وانا معاهم برضو طلعت تصفيات حصل لي دروب كبير جدا ما بين اصابات انت انت رجعت افريقيا يا كابتن طارق 2016 ما كانش حد متوقع ولا حد باصص ولا أنا حد الدنيا الدنيا كانت يمين ورحنا شمال وكسبت فرق يعني الحقيقه ما هو ده اللي انا بتكلم هي عايز قلب تصدق تصدق وتغرز وتبقى واثق في شغلك لازم اللعيب يصدق يعني انا قعدت في الولاد حصل لي موقف عزني طارق الغنام في اللقاء في التلفزيون في قناه الاهلي بيتكلم على البطوله هي صعبه جدا انه شارك فيها وبنخسر يعني ايه يتكلم عليها طارق الغنام فما بالك في اللي تحتيه. فانت تقعد فتره طويله تلعب على الجزء ده انه يصدق انه يكسبها ان حدش كان مصدق الحقيقه. انت لو ما صدقتش خلاص لازم تصدق ولازم تغرزها لازم الولاد يصدقوا يقابلك لازم الولاد اللي هم بيلعبوا لازم يصدقوا. طب وليه يا مران انت كنت متابع اكيد الدوري وانت في امريكا اكيد بتتفرج على ماتشات الاهلي وسبورتنج وبتجيبيها وخاصه ان رايين كان جت فانت اكيد بتتابع صاحبتك فالدنيا يعني ايه يعني انت كنت شايفه الدنيا ايه شايفه النادي الاهلي السنه اللي فاتت ايه اللي حصل ايه شايفه ليه الدروب ده حصل معانا السنه اللي فاتت من وجهه نظرك؟ يعني هو اول حاجه طبعا سوريا لما اتصابت طبعا اتصابت في اول الموسم كمان ما لحقناش فالموضوع كان صعب قوي. مش عارفه بقى ايه اللي حصل في الفرقه كدروب يعني بس حصل هزة في الفرقة كده. يعني حصل هزه في الفرقه كده تحس ان هي برده ايه حتى كابتن طارق قال كان بيطلعوا يعني من دروب لدروب وكانت المسافات البينيه بين بطولات قريبه فما كانش الفرقه بتلحق تبرر ان احنا السنه اللي قبليها كنا مقدمين اداء كويس. طب شايفه يعني بحكم ان انت برده منتخب ومتابعه وكل حاجه شايفه ايه اللي يميزنا السنه دي؟ مش هنتكلم عن الخصوم كل يعني او يعني الانديه الاخرى كل الاحترام ليهم شايفه منافسين ما بحبش اقول خصوم احنا منافسين ولكن احنا شايفه ايه اللي يميزنا كفرقه؟ هو زي ما كابتن طارق قال احنا عددنا ما شاء الله كبير وعندنا بنش كويس وكمان عندنا كذا واحده بتلعب كذا بوزيشن فالمفروض ده يعني يميزنا عن بقيه الفرق السنه دي ان شاء الله. شايفه في وفره في البنش ولاعيبه واكتر من مكان بس يا رب يحفظنا من الاصابات. يا رب. طب الناحيه البدنيه انتوا انتوا كابتن طارق انا شايف طبعا يعني متوصي تمام بس انتوا يعني يعني الناحيه البدنيه حاسين باهميتها عشان ربنا يكفينا يعني على الاقل يبقى انت خدت سبب من اسباب من ربنا يبعد عنك الاصابات. مهتمين بالناحيه البدنيه؟ لا كلنا مهتمين وكلنا بنروح الفتنس لما بيبقى عندنا يوم فتنس لا كلنا بنحضر بتتكلموا مع بعض في الحته دي لان احنا لازم كلنا نكون موجودين ولازم مثلا ننزل قبل التمرين نكون موجودين بدري قبلها بنص ساعه عشان لو حد عايز الدكتوره في حاجه او حد عايز يشوف التقويات بتاعته ويعملها عشان ننزل التمرين جاهزين يعني. طب قولي لي انت اكيد شفتي النادي الاهلي من بره دلوقتي انت شايفاه من جوه حاسه ان يعني اللي بتسمعيه من نظام وسيستم واهتمام شايفاه بعينك دلوقتي؟ لا والله شايفاه بعيني في
كل الالعاب كمان مش احنا بس يعني. وحاسه بالهدوء والاستابيليتي جوه النادي يعني الحاجات دي انا نفسي حسيتها. اصل انا بقول لها حاجه انا حسيتها، بتخش تلاقي الدنيا هاديه وستيبل وكل واحد شايف شغله. حسيتي ده؟ لا 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 شفت ده. وكمان المدرب الاجنبي بتاع الناشئين على طول موجود. فلا لا والله فهو فعلا الناس كلها مهتمه يعني، مبتسم على طول وجميل وبيحضر التمرين وتلاقيه داخل انت معاك في التمرين. اول يوم قال لي بيست تيم عمي بعد عني. فهو انت شايفه الروح حلوه يعني، حاسه وكمان حلو ان انتوا بيبقى الولاد بتمرنوا في ملعب والبنات سواء ناشئين او ناشئات او درجه اولى، درجه اولى بس بتمرن في طب قولي لي يعني امنيتك ايه مع الاهلي؟ لا هو ان شاء الله السيزون ده ناخد البطولات كلها ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله ونفتكر كلامك ده، وانا متاكد من غير يعني ان شاء الله انت بالك دور كبير جدا. يا رب ان شاء الله. مروان انا بشكرك شكرا جزيلا. لازم نطلع فاصل عشان تيجي معانا ثريا صاحبتك وطبعا يور روميت. فبشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك بامانه كل التوفيق. ربنا يخليك والله شكرا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان تنضم لينا ثريا محمد عشان نقول لها على الهواء الحمد لله على السلامه ونعرف اخبارها ايه واستعداداتها الموسم الجديد، ولكن بعد الفاصل.